ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب الزميل كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. كريم، يعني بعد التحية أطلعنا على الأجواء لديك خلال فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولية في نسخته 55. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زال بالفعل معرض الكتاب في نسخته 55 يستقبل رواده من المثقفين والعائلات المختلفة الذين جاءوا إلى هنا إما لقراءة الكتب أو لشراء الكتب المختلفة في جميع العلوم والثقافات المختلفة والأدب، وأيضا إما لحضور الندوات الخاصة بمعرض الكتاب. معرض الكتاب لا يقتصر فقط على الكتب ولكن أيضا ندوات تثقيفية، ومن أهم ما يميز هذه النسخة بالطبع هي نسخة خاصة بالهوية المصرية، هي الندوة اليوم وهي خاصة بترسيخ الهوية المصرية التي ستقام بعد 10 دقائق من الآن تقريبا. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقيم هذه الندوة وتستضيف بالطبع عدد كبير من الضيوف، وأيضا عدد كبير من رواد المعرض سيكونوا موجودين داخل هذه الندوة للنقاش حول أهمية التاريخ المصري وأهمية ترسيخ الهوية المصرية. أيضا بالإضافة لذلك ندوات مختلفة، هناك أيضا أشياء للأطفال وفعاليات ثقافية ترفيهية وموسيقية أيضا للأطفال عن طريق المسرح، وأيضا قاعات المسرح تستضيف الألعاب المختلفة لجذب إما الأطفال صغار السن أو حتى لكبار السن والعائلات، ليكون هذا المكان هو متنفس ثقافي وترفيهي في نفس ذات الوقت. أيضا بالإضافة لذلك أيضا داخل معرض الكتاب هناك جزء خاص بالمجلس القومي للصحة النفسية، حيث يستضيف هذا المكان الرواد وأيضا من يريد أن يتعرف أكثر عن كيفية التعامل مع الأمراض النفسية مثل الاكتئاب على سبيل المثال، وهناك توجيهات مختلفة إما عن طريق الكتيبات الصغيرة أو حتى المرشدين النفسيين المتواجدين داخل معرض الكتاب. لذلك يتنوع معرض الكتاب من كتب وثقافة وترفيه. أيضا بالإضافة لذلك هناك عدد من التخفيضات المستمرة داخل معرض الكتاب. هذه التخفيضات إما تكون خاصة بدور النشر أو حتى بالتحالفات المختلفة مثل اتحاد الناشرين العرب الذي هناك يعني يقدم تخفيضات عن طريق الدول المختلفة والأجنحة الخاصة بالدول تصل ل 40 وإلى 50%. أيضا سور الأسبكية له مكان خاص هنا في قاعة 1 وقاعة 4، أيضا تصل هنا الكتب والمراجع المختلفة ربما بعشرة جنيهات للكتاب وثلاث جنيهات للكتاب. لذلك بالطبع هو متنوع ويعني يحتوي جميع الأعمار وجميع الثقافات. أيضا تذكرة معرض الكتاب هنا لا تتعدى الخمس جنيهات، وهو من مهم لأنه يستهدف جميع أطياف المجتمع. رصدنا من هم جاءوا من محافظات بعيدة لمعرض الكتاب في نسخته 55، وهذا اليوم بعد أن تخطت الأعداد التي وصلت لمعرض الكتاب في الأيام الأولى أكثر من 1 مليون زائر. نعم، كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على هذا الشرح الوافي.